تأخرت يعطوني. هاي بس وهي ما عارفه. يا ما. طب. سهل ولا؟ شكرا سام. الله يحييك. ساعتين تحت لو تحت نط وحرام ماشي مرحبا دكتور لو سمحت وين بلاقي الدكتور خالد؟ اه بلاقيك شمال ابو شكرا مرحبا اهلين اليوم قالوا لي ببرجي انه رح يزورك ضيف عزيز وغالي على قلبك كثير ويمرق لعندك على المكتب وقالوا لك انه اسمه سوزان خير بابا في شيء قصدي يعني انت ما في بالعاده توري لعندي على المستشفى من يوم ما عرفت انه في دكتوره حلوه اموره مثل الدكتوره شهوده يا تعي روح نقرقر بالمكتب عندي عن اذنك دكتور تعرفي ليش تكد من عندك انتي قاعده بالمكتب هوي حبيبتي هوي يخرب بيته وقطع لي قلبي خدوه على المخفر عرقله هو بدي اب بدي اب انا بدي اتزوجها هوي والهلوين حتى بورصه سبع خرز يا ترائد الولد على البركه يطول بالها هلا كف كفين بيقول ان الله حق نفلو اشوف يلا ميرا بعد موافقة وكاميرات هون وهون وكل يوم عم نشوف افلام رعب واكشن بيطلع بالاخير هذا ابو نص لسان شفتي؟ العمى بقلبه العمى هو انت وليه؟ كيف ما انتبهتي عليه وهو عم يدخل خضرة انه ما طلع من البيت؟ شفته طلع من الباب مدام تطلع روحك روحي من وشي روقي ميرا ليكن الشرطة اخذوه رح حقه معه ان شاء الله بيشنقوه صار لي شهور عايشة برعب تاري هالتافه عم يتسلى فيي وانا عم اقول كيف عم يقدر يفوت على البيت والبيت كله مراقب مبروك ميرا جايب لك خاتم خطبه بس تنك عريس لقطه ايه بصراحه بصوم بفطر على عطونه ماشي يا جماعه بالاذن واذا بتحتاجوا اي شيء انا بالبيت اذنك معك